اليونيسف تستقطع مبالغ مالية كبيرة من حوافز معلمي آب. صحيفة أمريكية تعنون: الحرب أجبرت النساء على تقمص دور المعيل في أسرهن. واتساب تقول إنها عالجت ثغرة إلكترونية وأصدرت تحديثا جديدا. أهلا بكم. مع إطلالة هلال شهر رمضان يعود الشاب اليمني بسام علي كما يقول موقع بلقيس لافتتاح مشروعه الرمضاني الصغير الذي بدأ العمل به منذ سنوات ليتمكن من إعالة أسرته وتحسين دخلها بما أمكن. بسام الشاب المهذب ما يزال في سن المراهقة، لكن الواقع والظروف المعيشية دفعته مثل الكثير من أقرانه إلى السوق والعمل للمشاركة في تحمل عبء ومسؤولية البيت. في العصر يخرج بسام من منزله حاملا أكياس حلويات البسبوسة والرواني، وفي السوق يبدأ عملية التسويق والبيع لبضاعته تحت أشعة الشمس حتى المغرب. غير مهم حساب التكاليف والأرباح، ويكفي أي مبلغ يساعد الأسرة في تغطية النفقات الأساسية للمنزل كما يقول لبلقيس، ويضيف: شهر رمضان يأتي ومعه البركة، وتنتعش الأسواق وتفتح أبواب رزق جديدة لكثير من الأسر. يقول بسام أيضا: إنه اضطر للعمل لأن أسرته التي تعيش في منزل للإيجار لم يعد لها بعد توقف راتب والده أي مصدر الدخل، لذا كان على الأسرة أن تتعاون بالعمل لتعيش بكرامة. موقع الصحوانت ذكر بأن أزمة الغاز المنزلي تفاقمت في محافظة ذمار منذ بداية شهر رمضان المبارك، وانتشرت اليومين الماضيين طوابير أمام محطات ومحلات الغاز وسط المدينة. صالح العنهائي عضو العمليات المشتركة في مأرب قال إن عدد المقطورات الواصلة لمدينة ذمار منصافر منذ بداية شهر رمضان بلغت 41 مقطورة، وبحسب العنهمي فمندوب المحافظة في صافر فإن 96 ألف أسطوانة وصلت ذمار في بداية رمضان، لكن الحوثيين وبحسب السكان قاموا بالمتاجرة بها في السوق السوداء بسعر يصل إلى 9000 ريال للأسطوانة الواحدة. يقول الكاتب حسن عبد الوارث في مقال نشره في موقع يمن مونيتور بأنه إذا أصابك المرض أو سقطت جريحا أو نهشك الجوع فلا تنتظر حينها سوى ما هو أسوأ من الموت ألف ألف مرة، ويضيف: مؤخرا وفي الشهور القليلة الماضية رحل عن هذه الدنيا عدد غير قليل من الأصدقاء والزملاء والرفاق، بعضهم إثر مرض عضال استحال احتواءه بسبب ضيق ذات اليد أو انسداد ممر الخروج إلى بلاد الله الحقيقية جراء تبعات هذه الحرب الملعونة، وبعضهم قضى بعد معاناة مريرة مع موبقات هذا الزمن الذي أحال الميسور معسورا والمجبور مكسورا، ورحل الآخرون فجأة وبدون سابق إنذار أو حتى تلميح بعد أن أيقنوا أن المقبرة خير عزاء عن وطن صار في خبر كان. كلما جاءني نبأ رحيل أحدهم لا أجد بعد الدعاء له بالرحمة والمغفرة سوى كلمة ارتاح، واليمن هو البلد الوحيد على وجه الأرض الذي تسمع فيه هذه الكلمة تعليقا على وفاة أحدهم. حقا كم أحسد من يموت في هذه الأيام نافذا بجلده من بؤرة الجحيم المقيم إلى درجة النعيم الخالد، فالعاقل وحده يدرك تماما أن مأساة اليمن ما تزال في مرحلة جهنم وهي أولى الدرك الأسفل من الجحيم، أي أنه ما تزال ثمة درجات أخرى أشد عذابا وأسوأ مقاما وأفضح مصابا، فثمة لظى وسقر والحطمة والسعير وغيرها حتى تصل إلى الهاوية. وما أدراك ما الهاوية؟ وهي الدرجة الأخيرة من الدرك الأسفل التي ستصلها قريبا. نعم نحن مقبلون على هذه الدرجات كلها، فالحرب القائمة ما تزال قادمة وما تزال قرونها متحفزة ووثابة لما هو أفدح من جميع صور المأساة الماثلة حتى اليوم، وقد تنافس في مضمارها أمراء الحرب وأساطين المال في الداخل والخارج، واتفق على مائدتها المتقاتلون ضد بعضهم في رابطة وئام وانسجام شديدة العرى، فهي ليست سوى طلقة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف وصرة في الجنب. موقع المصدر أونلاين يعنون: اليونيسف تستقطع مبالغ مالية كبيرة من حوافز معلمي إيب.
وفي التفاصيل يقول الموقع إن منظمة اليونيسف أقدمت على استقطاعات مالية كبيرة من مستحقات آلاف المعلمين والمعلمات في محافظة إب، إضافة إلى إسقاط المئات من المعلمين من كشوفات صرف الحوافز النقدية. واشتكى معلمو إب من خصميات كبيرة طالت الحوافز النقدية للمرحلة الثانية المقدمة من السعودية والإمارات في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عبر منظمة اليونيسف. وبحسب مصادر تربوية متطابقة أكدت بأن آلاف المعلمين استلموا مبلغا لشهر واحد فقط، وخصم عليهم شهر كامل، واستلموا 34,000 ريال، والبعض منهم من 10,000 ريال، وبعضهم 3,000 ريال، وآخرين تم خصم المبلغ كاملا. وأضاف المعلمون بأنهم تعرضوا لإهانات ومعاملة غير لائقة، وظلوا في طوابير طويلة بين الشمس والمطر ولساعات طويلة أخرى، ولم يستلموا مستحقاتهم المالية. وقالت مصادر أخرى بأن المنظمة تبرر الخصميات بأنها وسيط لإيصال المساعدات ولا علاقة لها بالغياب، ولا يعرف مصير المبالغ المستقطعة. يقول موقع عدن الغد بأن مهاجرين أفارقة تعرضوا لإطلاق نار على إثره قتلت مهاجرة غير شرعية، فيما أصيب 3 مهاجرين آخرين من أصل أثيوبي في أبيان. مصدر طبي قال إن 3 شبان وصلوا إلى قسم الطوارئ بمستشفى مديرية أحور مصابين بطلقات نارية. تم إجراء الإسعافات الأولية لهم وحالتهم حاليا مستقرة. وذكرت المصادر أن المعلومات الأولية تفيد أن الفتاة و3 الشباب الأفارقة تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من نقطة تفتيش غرب أحور باتجاه مناطق المراقشة بعد الاشتباه بهم. الكاتب عادل الأحمدي كتب مقالا عنوانه بشعب باق وحكومة نازحة، نشره في صحيفة العرب الجديد، وفيه قال: قبل نحو 3 أشهر اجتمع السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر مع بعض المسؤولين اليمنيين على مأدبة غداء، وتطرق النقاش وقتها لجوانب عدة في أزمة البلاد. أبدى تولر الذي يستعد لمغادرة منصبه بعد انتهاء فترة عمله اندهاشه من أنه رغم ضراوة الحرب التي يشهدها اليمن منذ سنوات، ورغم الظروف المعيشية والأمنية الصعبة في العديد من مناطقه، إلا أن نسبة النزوح الخارجي بين مواطنيه ضئيلة للغاية قياسا بدول أخرى تعيش ظروفا مماثلة. يعود السبب حسب رأيه إلى التكافل الاجتماعي منقطع النظير بين أبناء المجتمع اليمني، إذ قال إنه استمع إلى الكثير من القصص التي تتحدث عن أشكال عدة من هذا التكافل، والتي ساهمت في التخفيف من وطأة الآثار المأساوية للحرب ومساعدة اليمنيين على الصمود داخل البلاد من دون الاضطرار إلى النزوح. وأضاف تولر أن التكافل بين اليمنيين لا يقتصر على من يعرفون بعضهم البعض أو من تربطهم صلة قرابة، بل إنه يمتد لمساعدة كل ذي حاجة أينما كان. ولعل المفارقة أن اليمن في المقابل يكاد يكون البلد الوحيد الذي يصمد شعبه داخل أراضيه وتنزح حكومته خارج البلاد، رغم وجود مساحات كبيرة من الأرض يمكن أن تعود إليها القيادة وتمارس منها مهامها. لكن ذلك للأسف غير متحقق لسببين، أحدهما متعلق بقيادة الشرعية التي لا تحمل على ما يبدو العزم الكافي للعودة التامة إلى اليمن مع وجود استثناءات للعديد من المسؤولين، والثاني يتعلق بجملة من العراقيل تضعها القوى الموالية لدولة الإمارات في المناطق التي لا تقع ضمن سيطرة الحوثيين وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن. ولكن أيا كانت العراقيل التي تضعها تلك القوى، فإن على الحكومة الشرعية ألا تستسلم لهذه المعوقات وأن تتعلم من شعبها الصمود على الأرض مهما كانت الصعوبات. قالت مجلة بورغن الأمريكية إن النساء والأطفال في اليمن تأثروا بالحرب بطريقة مختلفة عن غيرهم، لأن العديد من الرجال قتلوا أو أصيبوا في الحرب،
واضطرت النساء إلى تولي أدوار المعيل في أسرهن. وأضافت المجلة في تقرير لها أن هذا يعني أن الزوجات والبنات الصغيرات هن من يقدمن الرعاية الأساسية لعائلتهن، إلى جانب كونهن من يأتين بالمتطلبات الأساسية. وتابعت المجلة: مع هذا العبء الإضافي تشكل النساء والأطفال 76% من النازحين داخليا، وهناك حوالي 3 ملايين من النساء والفتيات الصغيرات معرضات لخطر العنف القائم على النوع، كما ارتفعت معدلات زواج الأطفال إلى حوالي 66% في اليمن. وتقول المجلة، التي تعد منصة تابعة لمشروع بورغن الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الفقراء، تقول إن النساء والفتيات الصغيرات دفعن ثمن الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن، إلا أنه ليس لهن صوت كبير عندما يتعلق الأمر بالشؤون السياسية. ووفقا لمناني فرفير التابعة لموقع فورين بوليسي، تشكل النساء 2% فقط من الوسطاء، و5% من الشهود والموقعين، و8% فقط من المفاوضين. وفي موقع العرب، كتب العراقي طاهر علوان مقالا عن غياب القصة الصحفية المبتكرة وحضور قصص مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: محررون يبحثون عن قصة صحفية. وقال: أتراه زمن نضوب القصص الصحفية المبتكرة التي تنشرها الصحافة في مقابل القصص التي تنشرها منصات التواصل الاجتماعي بدلاً عن الصحافة، هو كلام تسمعه في إشارة إلى التفرد والمهنية التي سادت زمناً طويلاً وأنتجت صحفيين محترفين في أنحاء العالم برعوا في إنتاج القصص الصحفية المبتكرة. جيل كامل كان يترقب الإعلان المسبق للصحيفة عن قصتها الصحفية القادمة من الميدان، وأسرار تكشف للمرة الأولى، وما إلى ذلك من العناوين التي كانت تثير شغف ملايين القراء. فما بال تلك العناوين قد اختفت، ومعها خفتت القصص الصحفية المبتكرة التي تجتذب القراء. في الماضي كان الصحفي هو الوحيد الذي يمتلك أسرار المهمة الصحفية التي ينوي القيام بها تحت إشراف رئيس التحرير، لكن الأمر تغير اليوم. زمان القصة ومكانها صار برسم مستخدمين عاديين لمنصات التواصل الاجتماعي، وصار بإمكانهم نقل كل شيء بالصوت والصورة، وبذلك ذهبت بضاعة الصحفي أدراج الرياح. مواقع التواصل الاجتماعي تختصر المسافة مع جمهور الصحافة، لكننا وبسبب هذا الاستسهال ومرونة الوصول إلى القصص الإخبارية صرنا أمام ظاهرة أخرى. ففي دراسة مسحية يشير إليها الباحث روغ نفسه، إن ما يقارب 45% من مستهلكي الأخبار في الولايات المتحدة يحصلون عليها من منصات التواصل الاجتماعي. فماذا يعني ذلك؟ إنه يعني باختصار إمكانية تسرب الأخبار المزيفة والمضللة والكاذبة، فضلاً عن حملات حرف الرأي العام عن مساره. ثم إنه يعني أن جمهوراً عريضاً يكون قد استغنى عن حرفية صناعة الخبر والقصة الصحفية، ومن هو صانع القصة وتحت أي ظروف أو أجواء، بل سوف يتحول ذلك الصانع الماهر إلى مجهول ينطمس جهده في وسط تدفق الأخبار مجهولة المنشئ. قالت شركة واتساب كما جاء في موقع شبكة البي بي سي، إنها عالجت الثغرة الأمنية الكبيرة التي عثرت عليها في تطبيق الرسائل، والتي سمحت لقناصة إلكترونيين بتثبيت برنامج تجسس على هواتف محمولة. وقالت شركة فيسبوك التي تمتلك واتساب، إن الهجوم كان قد استهدف عددا معينا من الأشخاص. شركة فيسبوك حثت مستخدمي تطبيق واتساب في أنحاء العالم على تحديث التطبيق للحصول على آخر نسخة منه. وأكدت الشركة أنها اكتشفت قبل 10 أيام أن شركة إسرائيلية طورت برمجيات تجسس، ونقلت تلك البرمجيات إلى هواتف الأفراد عبر خاصية المكالمات في واتساب. ويتيح برنامج التجسس للمهاجمين إجراء اتصال بشخص ما باستخدام واتساب، وتثبيت برمجيات خبيثة على هاتفه حتى وإن لم يرد على المكالمة. وتسمح تلك البرمجيات بالتجسس على الشخص المستهدف باستخدام سماعة وهاتفه وميكروفونه. وعن إشكالية تحول الفكر في الوطن العربي إلى فكر أيديولوجي، كتب حسين الوادعي في صفحته على الفيسبوك مقالا قال فيه: أعني بالأيديولوجيا هنا العقيدة الفكرية أو السياسية. لا تعبر الأيديولوجيا عن الواقع، وإنما عن النظرية، وتعيد تكييف وتفسير واختيار نماذج الواقع التي تؤكد النظرية العقيدة، وتتجاهل الوقائع المتناقضة مع العقيدة،
لم يهتم الفكر العربي بدراسة الواقع وفهمه وتحليله باستخدام أدوات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكان المفكر العربي ينطلق من الأيديولوجيا لا من الواقع. وسواء تحدثنا عن الماركسيين أو القوميين أو الإسلاميين العرب، لا نجد غير المطارحات الأيديولوجية والتفكير الأيديولوجي. ورغم أن وظيفة الفكر تفسير الواقع وتوضيحه، صارت وظيفة الفكر العربي حجب الواقع وعرقلة تكوين فهم علمي عنه. بدأ الخروج من دائرة الفكر الأيديولوجي على يد العقلانيين النقديين العرب، صادق جلال العظم في نقد الفكر الديني، ومحمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، وفؤاد زكريا في خطاب إلى العقل العربي، وجورج طرابيشي في هرطقات، ومحمد أركون في نقد العقل الإسلامي، ونصر أبو زيد في نقد الخطاب الديني، وأدونيس في الثابت والمتحول. كانت هذه الأسماء منتمية إلى أيديولوجيات معينة، ما لبثوا أن خرجوا منها وأسسوا أولى محاولات الخروج بالفكر العربي من الأيديولوجيا إلى الأبستمولوجيا. أكثر كلمتين تكررتا في أطروحات العقلانيين النقديين العرب هما العقل والنقد. بدأت الحركة بنقد الفكر عند العظم، ووصلت قمتها في نقد العقل عند الجابري. ولا شك أن الخروج النهائي للفكر العربي من سجن الأيديولوجيا يتطلب الاستمرار في تطوير أطروحات هذه المدرسة. فإلى أي مدى نستطيع القول إن هناك أبناء فكريين للجابري والعظم وزكريا وطرابيشي، أم أنهم سيكونون فلاسفة بلا نسل فكري كما حدث مع ابن رشد آخر ممثل للعقل في العالم الإسلامي قبل 8 قرون؟ صحيفة الديلي تيليغراف نشرت مجموعة من صور متنوعة التقطتها عدسات مصورية من حول العالم، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. الريشة أيضاً تستطيع أن تنافس الصورة والكلمة لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة، كما هو حال فن الكاريكاتير. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكراً على المتابعة. إلى اللقاء.